احمد فوزي ولا اكسل ريفمان. خلقت في الناظور، قريت سينما في بين اسبانيا وشيكاغو. من الاعمال ديالي الاولى كاينه تريلوجي دو نادور، واحد 3 كور ميتراج تصوروا في نادور. ابخي كاين لي فيديو كليب وكاين دي شوز كوم سا، ودرت سيتكوم الاول في الامازيغيه ما اذا شغلت الدار. درت سيتكوم اخر اثنين دي اثنين جوج في جوج. في نفس السنه درت واحد تيلي فيلم السكوت القاتله سوسمين قن، ربحنا به مايور سيناريو في فيستيفال ديال التلفاز ديال مكناس. درت شي عمل اخرين في شيكاغو في اسبانيا، دي كور ميتراج دي ويب سيريز و دي شوز كوم سا. درت الفيلم الاخر هو اللي جابني هنايا اليوم، مانسترز. هذاك صورناه في الناظور، في النواحي ديال الناظور. ليدي ديال مونسترز خدام في السيناريو شي 6 سنين دابا، 6 سنين. جاتني واحد النهار كنت كنقرا الجريده، هنا كنت هنا في المغرب كنقرا الجريده، ولقيت الخدامه ديال الدار كانوا كيتشكاو، بداو كيخرجوا دي الاخبار بلا كانوا شي واحد انتفيولا وشي واحد كانوا كيضربوهم بزاف، وكان لا فيولونس بزاف. الو فكرت كي غندير ندير شي فيلم. اوكي انا كمخرج وكسيناريست كيعجبني الافلام ديال الجانرا، ما كيعجبنيش فيلم لينيال. و الو شنو فكر فكر ندير سيكولوجيكال ثريلر وندير فيه هاد الجانرا، ندير فيه هاد القصه هادي. واخا المتفرج ملي كيمشي يتفرج في الاول من هذيك 45 دقيقه ولا حتى 60 دقيقه ما كيسحاب له كيتفرج شي حاجه اخرى، حتى الاخر كيبان الموضوع ديال الفيلم. درت لي بزاف الكتابات، السيزون كنكتب فيه كتبت البغيون الاول، بخي كيتبدل بزاف، كيتبدل حتى وصل فين وصل دابا. كان بزاف المحاوله ديال الانتاج مع شركات اخرين، بزاف ما بغاوش ينتجوا لانه بالامازيغيه، شركات هنا في الرباط ولا في الطالبيه ما بغاوش، قال لك الا غديروا بالدارجه هو الا بالامازيغيه لا. في الاخر لقيت صاحبي عبد الرحيم هربال البروديكتور ديال الشركه ديال ليام برودكسيون، قال لك غنمشي معاك في هذه المغامره. ودنا لوتو برودكسيون بيناتنا، دنا لوتو برودكسيون بجوج، سي اوسي كوم برودكتور تما، وخرجنا الفيلم بالامكانيات ديالنا البسيطه وخرجنا الفيلم. الفيلم ديجا ربحنا كي قلت ربحنا شي جوائز اخرين في اكادير، دابا في فلوريدا عاد كيتوجنا مايور فيلم اترونجي من بين 126 دوله في العالم. دينا الفيلم ديالنا بالامازيغيه دا مايور فيلم. كنا في الفيستيفال اخرين في كان بان افريكان، كنا في، ولكن التتويج سيرتو ديال ليركام، التتويج بالنسبه ليا سي سبيسيال بزاف، لان بحال اللي توجوني موالي للدار لا فامي، فهمتي؟ لان بزاف الخطرات كيقدروا يعترفوا بك البراني يقول لك ولكن موالي للدار مازال ما عارفينش كدير ولا ما مسوقينش، ولكن باش الوالد والوالده ولا لا فامي هما اللي سي بيرسونيل. بالنسبه للجائزه ديال الكام سي تري بيرسونيل، سي كانت ايموفون من سمعت هذه الاخبار. ان الامازيغ ديالنا كاملين، كاين سواسا، كاين الاطلس، كاين كل شيء، هادو باش يجتمعوا كاملين ويقولوا اوكي هذا هو الفيلم اللي عجبنا ولا اللي كيمثلنا مزيان. بالنسبه ليا سي طعم سي ديفيرونس، سي سبيسيال بزاف.